هاد لا فيديو ملي حطيته وصلوني عليه واحد المجموعه ديال الاسئله وكذلك واحد المجموعه ديال الملاحظات. داكشي علاش قلت لابد ما ندير واحد الفيديو توضيحي باش نعاود نشرح فيه مزيان. علاش؟ حيت هاد الفيديو انا كنت بنيته على واحد الفيديو اللي كان ديجا قبل منه اللي شرحت فيه كيفاش نكالكوليو تي فيا وكيفاش نكالكوليو تي تي سي وشرحت بلي ما غيبقاش عندك مشكل من بعد مشاهده هذا الفيديو. لو ليان ديال او الرابط ديال هذا الفيديو هذا ديال كيفاش تكالكوليو تي فيا وتي تي سي غنخليه لكم في صندوق الوصف. فوصلوني قلت واحد المجموعه ديال الاسئله داكشي علاش قلت ضروري خصني ندير هذا الفيديو توضيحي. شباب اذا كانت عندنا تي تي سي عندنا المونطون تي تي سي وبغينا نخرجوا حنا منه الاوغ تاكس داكور. اذا كانوا عاطينا المونطون تي تي سي وبغينا حنا نخرجوا منه المونطون اوغ تاكس وباش نفهموه مزيان وركزوا معايا دابا هاد المره ركزوا معايا باش هاد المره غيسولني شي واحد غنصيفط لي غير هاد لوليا. دونك انا غنعاود معاكم بعدا كيفاش اللي بغيت نخرج اللي بغيت نكالكولي بعدا تي في نخرجوا التي في هي الاولى. الا بغينا نكالكولي التي في شنو تنديروا؟ القاعده باش نكالكولي التي في ان التي في كيبان هادشي التي في كتساوي المونطون اوغ تاكس فوا لوطو لوطو دو تي في النسبه المئويه ديال التي في. فليكزومبل اللي كنت خدمت به انا كنت خدمت ب 20% كنت خدمت ب 20% داكور. داكشي علاش كنت كنخدم بواحد فاصله جوج 20% المعنى تاعها راه هي 1.2 او 1.20 خليو هذا 1.2 ولا 1.20 من بعد غنهضروا عليها. فمثلا غنعطي واحد ليكزومبل هنا باش نفهموه مزيان. انا ديما تنخدم بواحد المونطون اللي هو ساهل. دابا علاش دينا 200 درهم هاي 200 درهم بغينا نخرجوا لها التي في ديالها وحنا عندنا لوطو دو تي في هو 20% شحال غتعطينا؟ 200 درهم في 20% كيفاش كنحسبوها؟ نحيدوا هاد الزيرو مع الزيرو ونديروا جوج في 20 او غنشدوا هاد 200 نضربوها ضرب 20 ونقسموها على 100 راه هي ما هي. دونك انا غنحيد الزيرو مع الزيرو يمشيو في حالاتهم جوج في 20 هي 40 40 درهم. دابا هذا مونطون وهذه تي في. دابا تي تي سي شحال هي 240 درهم مزيان. حنا هنا كانوا عاطينا المونطون وحنا خرجنا تي تي سي مزيان. دابا لو كانوا عاطينا هما تي تي سي انا غنحيد هادشي علما انني خدام ب 20% علما انني خدام ب 20% اذا حيدت هادي كومسا مزيان. دابا لو كانوا عاطيني هما تي تي سي هذا هو المونطون تي تي سي وقالوا لي خرج لي من تي تي سي اعطيني اشنا هو المونطون اوغ تاكس شنو غندير في هذه الحاله هذه؟ حنا تنعرفوا على ان لو كان الضرب العكس ديال الضرب هو القسمه فغنشد هاد 240 درهم وغندير ليها القسمه ياك هاد 240 درهم ندير لها قسمه ديالاش؟ ديال 1.2 او 1.20 راه درت ليها القسمه ديال 1.2 اش غتعطيني؟ اش غتعطيني 240 درهم لا درت ليها القسمه ديال 1.2 غادي تعطيني 200 درهم مزيان. شنو خرجت انا دابا؟ شنو خرجت؟ انا خرجت دابا من تي تي سي خرجت المونطون اوغ تاكس مزيان واخا مزيان. لكن دابا اذا ما كنتش خدام مثلا ب 20% انا غنبدلها لان احنا هنا في المغرب كاين عندنا 7% و10% و14% وعاد عندنا 20% انا غنبدلها. دونك غنحيد هاد 20% غنخلي نفس ليكزومبل اللي كان عندي وتبعوا معايا عاوتاني الطريقه وما ننساليو خدموا بكالكولاتريس باش تجربوا واش داكشي صحيح ولا لا. الا كان عندي 200 درهم ولكن هاد المره انا غنخدم مثلا بشحال غنخدموا مثلا احنا ب 7% غنقولوا غنخدموا بشحال 7% دونك التي في كتساوي المونطون فور التي في غنخدم هاد المره ب 7%. دابا علاش دينا 200 درهم وضربنا لي ودرنا ليها ضرب تاع 7% شحال غادي تعطينا في التي في؟ شحال غتعطينا؟ نحيدوا هاد الزيرو مع هاد الزيرو جوج في 7 هي 14 داكور. دونك 14 درهم ديال التي في يعني دابا التي في سي شحال هي 214 درهم. 214 درهم اش كتسمى؟ كتسمى تي تي سي. دابا الا بغيت انا من هاد التي تي سي يعني من هاد 214 درهم الا بغيت نخرج المونطون اوغ تاكس شنو غندير؟ غنشد هاد 214 درهم غندير ليها القسمه ديالاش؟ ديال 1.07. اذا درتي 214 درهم وقسمتيها على 1.07 راه غتعطيك هاد المونطون اللي هو اوغ تاكس 200 درهم. اكزومبل اخر عاوتاني باش نفهموها مزيان ما غنبقاش هاد المره خدام 7% غنمشي نخدم مثلا ب 14%.
ولا نخدموا ب 10% هي الاولى. ها هي 10%. دابا اذا شدينا هاد 200 درهم ودرنا ليها الضرب ديال 10% باش نخرجوا التيفيه، شحال غادي تعطينا؟ 200 درهم نحيدوا الزيرو مع الزيرو، واحد في 20 هي 20 درهم. ها 20 درهم. دابا التي تي سي شحال؟ لان حنا كنعرفوا على ان التي تي سي كتساوي التيفيه المونطون بلس التيفيه، دونك التي تي سي دابا شحال؟ هي 220 درهم. واخا اذا كانوا عاطيننا حنا 220 درهم ليا تي تي سي وقالوا لينا جبد لينا منها المونطون اور تاكس، شنو غندير عاوتاني؟ هاد 220 درهم غادي نقسمها على شحال؟ على 1.1 او 1.10، راها بحال بحال. اكزومبل اخر عاوتاني باش نعاودو نفهموها مزيان، وهاد المره غنخدمو ب 14%. اذا خدمنا دابا ب 14% غنحيد هادشي ونخدمو بنفس الاكزومبل باش نفهموها مزيان. دابا اذا شدينا 200 درهم ياك ودرنا ليها الضرب تاع 14%، شحال غادي تعطينا؟ انا دائما كنحيد هاد الزيروات وكندير جوج في 14 غتعطيني 28 ياك، 28. دونك او راه ممكن ندير مثلا هاد 200 في 14% راه جوج غتعطيني 2800، لان غنهز هاد جوج زيروات نحطهم هنا، واذا قسمتهم على 100 غنحيد جوج زيروات. داكور هادي راه مفهومه. دونك 200 زائد 28 هي 228. دابا هاد 228 اللي هي تي تي سي، هادي كتسمى تي تي سي، اذا عطاوها لينا في المعطيات وقالوا لينا خرج لينا منها المونطون اور تاكس، شنو غندير ليها؟ تو سامبلومون غنشد هاد 228 وغندير ليها القسمه ديال اش؟ ديال 1.14. دونك اذا قسمت 228 درهم على 1.14 شنو غتعطيني؟ راها غادي تعطيني 200 درهم. هادشي كل ما يتعلق بكيفيه استخراج وكيفيه اخراج اذا كانوا عاطيننا المونطون تي تي سي وقالوا لنا خرج لنا ولا عطينا منه المونطون اور تاكس. الشباب ركز معايا مزيان، راه حنا ملي تنبغيو نخرجوا ولا كيفاش كنا كنخرجوا هادشي، راه حنا قلنا عاد تي فيا كتساوي المونطون اور تاكس فوالا دو تي فيا ياك. هذا واش كيعطيونا؟ كيعطيونا التي فيا، والتي تي سي راه هي ديك التي فيا اللي كاينه عندنا كنزيدوا عليها داك المونطون اور تاكس. المونطون اور تاكس بلس لا تي فيا تيعطيوني تي تي سي. السؤال اللي كنهضروا عليه حنا دابا هي اذا كان عندنا المونطون تي تي سي وبغينا نخرجوا منه، او المونطون تي تي سي هو المعطى وحنا بغينا نخرجوا منه المونطون اور تاكس. اما اذا كان عندنا المونطون اور تاكس وبغينا نخرجوا منه تي تي سي فهي سهله، كنشدوا داك المونطون اللي عندنا اور تاكس وكنديروا ليه كنزيدوا عليه تي فيا وكيعطينا تي تي سي. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الدرس الشباب، وبيان سيغ ما تنساوش متابعة ومشاركة القناة، كذلك تفعيل الجرس لتتوصل بكل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.